يعني شعور لا ينوصف، بين رهبة وخوف وفرح، مشاعر مختلطة ما بقدر أوصف لك إياها الصراحة. بعد 17 سنة إنه جنبنا وحوالينا، إنه قدرنا نعانقه، نقدر نحضنه، يعني مش سهل كان علينا بالمرة. أحفاده طبعا جديد وجافهم، في أحفاد ما شافهم من زمان، ما بيعرفهم أساسا، بالصور بس بيعرفهم، أكتر من هيك ما بيعرفهم. عنده هو كانسر بالبروستاتا، عنده مي زرق بالعين، فاحنا فعليا ما بنعرف لوين وصل هذا الاشي معاه. بعد كم يوم رح ناخده على المستشفى نعمل له تحاليل وفحوصات، نطمن على صحته ان شاء الله.